ازيك؟ الحمد لله. بقى لي مده ما شفتكش يا منير. والله يا اخبارك ايه؟ يعني اذاعه الشباب والرياضه جماعتنا. الحمد لله، ده فرصه سعيده. انا اسعد والله. اخبارك انت ايه؟ الحمد لله كل من خير. فتره كده كنا بنتكلم مع الكابتن عبد صالح ورجعنا لفرقه التلامذه، ايوه وانا كنت متفكر وقلت لهم ان ميمي تولى العمليه كمدرب اساسي مش مساعد. ايوه انت فاكر الفتره دي؟ طبعا طبعا. استاذنا كبير عبد صالح هو اللي كان واضع استراتيجيه تجديد فريق النادي الاهلي. فكرنا بيها كده. طبعا الاستاذ عبده كان، احنا طلبه في الكليه قعدنا ككوادر وكل واحد كان ليه دور. فكنا ماسكين فرق تحت 12 سنه اللي هو عملها اول مدرسه، وبعدين لما جت الظروف والنكسه جت، كان هو اعير خارج مصر، فجت الظروف ان انا توليت القياده. كان ليا شرف القياده من بعد منه في قياده المجموعه اللي كان فيها الخطيب والمجموعه بتاعت حسن حمدي وهاني مصطفى والاخر، وتم الاحلال طبيعي. ايوه الو. طب انت سبت السنه كام يا مين؟ ها؟ سبت الفريق سنه كام؟ انا الاستاذ عبده، انا رحت المانيا. جيت من المانيا، انا كنت بساعده في الفريق الاول قبل ما امشي، وبدرب فرق تحت 14 سنه. رحت المانيا وجي كان هو اعير الى ليبيا كخبير، فكان لي شرف ان انا اقود المجموعه واطبق نفس البرامج اللي كان واضعها الاستاذنا الكبير الاستاذ عبد صالح، وانتجت باذن الله. وجا الظروف ان اعتزل، طبعا انتقل من المعتزلين وانا نفس الحكايه، فاعتزل المجموعه بتاعتنا، ما بقاش الا اثنين بس من اللاعبين الكبار. اذكر كابتن ميمي الشربيني وكابتن طارق سليم، اللي كان ليه فضل كبير في قياده الاولاد الصغيرين دول. تمام. واستمر البرنامج بتاعهم، اخذت سنه بعد الاستاذ عبده، وبعدين جه ديكوتي استلم الرايه، وانا عرت الى المملكه العربيه السعوديه، وفضلت الفرقه تخدم النادي 10 سنين بفضل التخطيط طويل المدى الوضع الاستاذ عبد الصمد. الحمد لله.